رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه. الله حي ذو امتنان. ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه، قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان، وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا، قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه. إلهنا المعبود حي طاهر صمد قادر، ليس بالمحفوظ لا صورة لله، لا
ليس له أشباه.